صباح الخير عليكم مرة ثانية، وكل عام وانتم بألف خير، وايضا جميع المشاهدين. نتواجد تحديدا بمنطقة الصدرية مثل ما اسلفت قبل قليل، بالتالي هذا التواجد اليوم ليش اختارينا منطقة الصدرية؟ باعتبارنا اول ايام عيد الفطر المبارك، ومن الممكن ان تكون غالبية الشوارع ومناطق بغداد هي خالية او ما بها ذيك الكثافة السكانية، لكن بمنطقة الصدرية على وجه الخصوص ممكن نلقى غالبية العالم جاية من صباحيات او من الصباحيات، وحتى خلال ايام رمضان يجون العالم حتى يسحرون كاهي وجيمر، او يسحرون جيمر بالعسل ويخلوها بالصمونه. خلي اشوفكم اذا ممكن بهذه اللقطات المباشره. طبعا بالمناسبه سعر كيلو الجيمر اليوم وصل الى 40,000 دينار عراقي، اي ما يعادل سعر كيلو وين لحم غنم، وبالتالي ممكن راح يكون هو الاغلى. اذا ردنا نحكي على جبن العرب موجود، وايضا الجيمر موجود، الكاهي موجود، والعسل موجود، ممكن حتى هذا معون الزيتون، بالله خلي بس اشوفه، وحتى الزيتون موجود. هذه الاكلات ممكن هي تكون اكلات مفضله عند الكثير من العراقيين، خصوصا اللي يجون يرتادون مناطق او منطقه الصدريه على وجه الخصوص، وتحديدا بعض المطاعم اللي موجوده هي تبيع الكاهي والجيمر والتشبث بهذا الموضوع. بالتالي ممكن راح ناخذ جوله بهذه المنطقه ونحكي اكثر حول تجوال العالم وممكن مجيئهم الى هذه المناطق. بالمناسبه عفوا، تقرير زميله ندى المرسومي ممكن هو سلط الضوء على الكليت، لكن السر اللي ما يخفى انه توجه العراقيين واغلبيه العراقيين الى الكاهي والجيمر يعني ممكن يكون ضروره اكثر من الكليت نفسها. بالتالي راح احاول افتر او ادخل داخل المحل، ممكن حتى ناخذ لقاء مع احد اللي يعملون بهذا المحل. السلام عليكم، شلون صحة؟ كل عام وانتم بخير. بكم يا ابي، كل عام وانتم بخير، وسنة ان شاء الله عظيمة علينا وعلى أمة محمد. شنو سر العالم اللي تتوافد على الكاهي والقمر برمضان؟ وليه سعر الكيلو 40؟ والله بصراحة هي نا 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 والله هي أكلة حلوة وبسيطة وخفيفة في نفس الوقت، وأخذت شهرة يعني، أخذت شهرة، هي كانت مخفية. كان اكو اثنين ثلاثه ببغداد، هسه اخذ الشهره خاصه هنا مطعم انس بالصدريه بالتحديد. بالصدريه بالضبط اشتهرت بشكل يعني ايش اقول لك، شيء خيالي مو طبيعي. عالم صار عليها اقبال الكاهي والجيمر والجبن عرب. اي والله الاكثر الى ضروره بالعيد الكاهي والجيمر لو الكليتش شلون؟ من الاكثر ضروره بالعيد لازم يكون موجود بالبيت بصباحيه العيد الكاهي والجيمر لو الكليتش؟ لا والله كاي قمر بصراحه لان كلش مهم يعني، حتى احنا يخابرونا لا تنسوا نجيبوا لنا كاي قمر. الحمد لله يعني هي شو صارت فد سمعه مو طبيعيه عليها يعني. حسبته 10 يتعاملون الجماعه. خلي احاول ادخل جوا الى ممكن العاملين بالكاهي والقمر بهذا المطعم، وايضا مجموعه من المطاعم اللي موجوده بمنطقه الصدريه، ممكن الحديث اكثر حول هذا الموضوع. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحه وسلامه وتحقيق الاماني. شلونك؟ تحقيق الاماني الله يخليك. لو معهم جيمر استاذي، معهم جيمر. من معهم الجيمر؟ للزبون. من الاكثر تشوفه ضروره عند العراقيين بصباحيات العيد، الكاهو الجيمر ولا الكليت؟ لا طبعا الكاهو الجيمر. هذا يا وهد ودينا، طبعا هذا جو تنافسي ما بيني وبين الزميله بالتاكيد، وايضا نودي لها تحيه ونقولها كل عام وانتم بخير ندى المرسومي. لكن على ما يبدو انه الكاهي والجيمر هو اكثر الى ممكن شهره، وايضا الى اكثر ضروره خلال ايام عيد الفطر المبارك وحتى على مستوى عيد الاضحى. لكن انه نلاحظ احنا حتى خلال اجواء رمضان العالم تجي تسحر كاهي وجيمر، الاغلبيه تسحر قامت تتونس هنا، يعني قامت منطقه الصدريه يجون وقت من وراء الفطور للسحور، قام يجون كاهي قمر دائما ياكلون هاي الاكله. احكي لي ايش قد تبيع باليوم؟ والله هو رزق على الله، بس احنا الحمد لله والشكر يعني الشغل ماشي. نعم يا علي ماشي. يعني فعليا عذرا ابراهيم، اليوم اجواء العيد تحديدا بالصدريه دائما تكون مميزه، وانا عيني عليك الصراحه اليوم، يعني نقدر نقول شويه حاسدتك، لانه الصدريه واحده من اقرب المناطق لقلبي في العراق بشكل عام، بالذات هذه الاجواء اللي تكون الكاهي والجيمر والكبه وهوست الناس وتجمعهم كلهم بمكان واحد، يعني دائما بصراحه تكون الاجواء جدا مميزه.
وانت هيك تسجيل الطين بله. سوي لي هذا المعون رتبه شلون الداري وترتبه بالعافيه يا علي. فتشي حتى صدق تحزديني على وجهه مثل ما يقول. انا مصره اليوم من ابراهيم على لقطه قريبه. بس هنا احط الشيره والعسل وبالتالي راح يجي هسه يخلي الجيمر. يا عيني وين الفستق والاشياء؟ ويلي الله. يلا عليكم بالصحه والعافيه. الله يسامحك. الله يسامحك يا ابراهيم. شلون هاللقطه؟ هذا بالفستق الحلبي بالتالي راح نخليها سنة ممكن راح ياكل احد الزبائن وبعدها راح نرجع احنا بمنطقه الصدريه راح نرجع حمينا ممكن راح ناكل كاهي وقمر راح ناكل قليه موصليه وممكن راح ناكل كثير من الاكلات بما ان احنا جينا وعايدناكم وعايدنا العالم اللي موجوده واللي حاضره بمنطقه الصدريه. طبعا انا اشكرك جزيل الشكر. راح نحاول ايضا يا وهج ودينا لو يسمح لنا الوقت انه ندخل الى ممكن تفصيله ثانيه موجوده في منطقه الصدريه. نعم. ممكن نتحدث عن وجود الحليب بالتحديد. لازم يكون اكو حليب بالعسل واكو جيمر بالعسل واكو كاهي وجيمر بالفستق الحلبي واكو جمل عرب واكو قليه واكو غيرها من التفاصيل. ممكن حتى على مستوى الفلافل اللي يعني تخيل العالم يجون ياكلون يتسحرون فلافل ولا يطريقون فلافل باعتبار ان الفلافل العراقيه ممكن لها فتصيب كلش حلو. هذا اليوم احد الاطفال ايضا هو جاي الى منطقه الصدريه وياكل لفه. شنو هذه؟ لفه قمر. لفه قمر بالعسل. نعم وانت بخير؟ وانت بخير. الله يحفظك. كيفك جاي للصدريه من الصبح؟ ابوك ما رد. عاد النوم بعينك وانت مشتهي الكاهي. البارحه مين اللي تحلف عليه قال الا نروح باكر نروح فيه. قلت يا بيها مجال تاجرها؟ قال لا الا باكر. يا عمري. اي الا رحم الله والديك. ولا يعني كان نايم وحلم وجقلك؟ متعنين من مدينه الصدر لي جاي على مودي الله ياكل قمر ورجع. ما شاء الله. الله يحفظك. عزيزي فدوى لقلبك. ضوى عليه تاكل اياه؟ ان شاء الله. يعم الامن والامان على العراق ان شاء الله. عزيزي. والله انا ما بعد ما فاطر. اي والله. ممنون عزيزي. اشكرك عزيزي الله يرضى عليك الله يوفقك يا حبيبي تسلم لي. وهد ودينا ممكن حكينا على الحليب وحكينا على الفلافل وحكينا على باقي التفاصيل. ابراهيم يعني الصوره وصلتنا بوضوح لدرجه ان بلشنا نشم روائح الفطور وروائح الفلافل وكل الشغلات الموجوده حواليك. فيعني شكرا لك على هالصباح اللي احنا بس عم نشم بدون ما ندوق. على كل حال بما انه شفنا اجواء الفطور وشو وجبه الفطور بدنا نعرف شو وجبه الغداء ممكن تكون اليوم. تمام. ممكن حتى راح نجي ايضا على وجبه الغداء. نعم. وجبه الريوق وجبه العشاء كل شيء موجود هنا باحد المطاعم ممكن اللي يكون هو كرديه. قلت لك منطقه الصدريه هي متنوعه. منطقه الصدريه هي متنوعه بها كثير من الاكلات موصليه ممكن كرديه ممكن تكون كردية. عربيه كردية. اليوم شنو اللي تمتازون به؟ والله نعم انتم بخير بالتاكيد. انت بل بخير والكادر الشرقيه بل بخير. يعني دجله العفو دجله تعبان هم السباقين هنايا. سباقين من ست فاطمه وسيف الغيره وغيره ما يقصرون. اي شنو اللي هذا اللحم شنو؟ احنا نسمع دائما اكو لحم غنم مال الصويره او واسط الكوت. لا هذا اللي مال عانه معانا منطقة الغربية. زين. اي. شنو يمتاز بهذا اللحم؟ يمتاز به الترف يصير شوية سمين يعني حسب ما نسميه أكل مالته زين. طيب. علف مالته زين يطلع لحم زين. اي. احكي لي اليوم شلون تشوفون الأجواء بمنطقة الصدرية؟ إقبال ممكن الزبائن عليكم خلال خير وبركة. صباحيات العيد. خير وبركة من بارحة اليوم لحد الآن. وهم احنا عندنا شفت ليلي وشفت نهاري. الله يوفقك. باقي. اي. إذا احنا نحكي العالم بيناتنا الحجي ما حد راح يسمع. يجون على الكاهي والقمر ويجون على الكباب. لا نفس الشيء متوازنه. والله متوازنه كلنا مرزوقين احنا قاصن ورسول واني عمر خير من الله. اي الحمد لله. شلون تشوفون الاجواء؟ لمن توجهون اليوم يمكن والله اعيادكم او تعيدون لمن الاخر؟ اعيد الامه الاسلاميه كلها بهذا اليوم العظيم. عيد اهم شيء الحكومه شويه يدير بالها على المساكين موجودين ان شاء الله. طلع الطالب هوايه احنا نشوف انه بعين يعني الاف
يجونا على الشغل يشوفوا. نعم يا ابراهيم. يقول لك يابا ماكو شغل اشتغل، عمي تخرج، يقول لا والله ما عندي، اموري تعبانه. اي حبيبي. لك نعم يا وهج ودينا. ممكن هذه الجوله البسيطه كانت هي في منطقه الصدريه، ممكن احنا اذا رحنا الى مناطق ثانيه مثل العظميه مثل الكاظميه وايضا الكفاح والفضل وغيرها من المناطق الاخرى، ممكن راح تتفاجئون وتشوفون كثير من المفاجات اللي موجوده واللي ممكن يحتفل بها العراقيين بالساعات الاولى وايضا بايام عيد الفطر المبارك وحتى على مستوى ايام عيد الاضحى. ومثل ما تشوفون التكة العراقيه موجوده والمعلاق العراقي موجود، الكباب العراقي موجود، ممكن راح تشتهون اكثر. واحنا ما راح نطول عليك اكثر يا ابراهيم. منطقه الصدريه بدك ايدك تروح تاخذ راحتك وتاخذ ريوق العيد انت. نعم. وزملائنا اكيد من الكادر. شكرا جزيلا لك على هذه التغطيه الرائعه، وتحياتنا الى كل اهلنا بالصدريه وعيدهم مبارك ان شاء الله. وشكرا لك اكيد على وجودك ويانا باول ايام عيد الفطر المبارك. نعم شكرا ابراهيم. شكرا لكم. وبالتالي ايضا همينا نعايد مثل ما يقول جميع كادر قناه جده الفضائيه، ونعايد اهلنا وناسنا، وايضا ممكن نعايد خواتنا واخواننا واصدقائنا وزوجاتنا. وبالتالي نعايد الجميع ونقول لهم مبارك عليكم عيد الفطر، ونتمنى لكم تحقيق الامان ودوام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يا ابراهيم.